قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. في المكتبة. إيه يا أبو سعد، حصلت القطعة؟ كم سعرها؟ يا بلاش، جيب لي واحدة وجيب لي أبو تمام. لقد قلتها والله، لقد قلتها. أصبر 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 شوي شوي وأكلمك. أنت ما تسكت. والله قلتها. أنت قلتها وشو؟ قلت الكلمة التي أريد أن أوضحها لأبنائي. بدينا حنا أصلا. نعم. وش الكلمة يا أبو تمام؟ أنت قلتها يا بلاش. يا بلاش كلمة عربية، الأولى مشيتها لك، بس الثانية لا. لا، كلمة عربية. وشلون؟ ولها أصل في اللغة. لا، وهي تعني أي بلا ثمن أو بلا شيء. مهو بصحيح، مهو بصحيح. يا بلاش تعني بلا ثمن وبلا شيء؟ نعم. أنت ما أدري، أنا مو متأكد من هالمعلومة. إننا الآن نختصرها ونقول يا بلاش. يا بلاش. يا بلاش. يا بلاش. في المكتبة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.